بين تنومة والنماص أحس كلنا سافرنا عبر الزمن، جولة تاريخية تراثية مليانة اكتشافات، والأهم سحر المكان والطبيعة. بس قبل ما ينتهي الجزء الأول من رحلتنا لهالأسبوع لازم نرجع للنماص مرة ثانية حتى نختم جولتنا بأحد أشهر الأطباق الشعبية اللذيذة. عرفتوها؟ الله يستر من مفاجاتك يا علي. وين في احنا الحين؟ قرية بنقشير. اي هذه قرية بنقشير، سعيد القشيري. طبعا مجهز لك هذه المفاجاه، وهذه تعتبر عندنا عادات اهل الجنوب. الله اكبر والصلاه على الرسول، لبيه يا شنان. يعطيكم العافية. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، جمل الله حالك، بيض الله وجهكم، جمل الله حالك. ما قصروا، باقي عندنا مفاجآت كثيرة. يا ليت تجي معايا، يا ليت تجي معايا عشان نشوف المفاجأة الثانية. عن إذنكم يا شباب، الله يعطيكم العافية يا رجال. الله عليكم. مرحبا لك يا اخي. يلا حيا، هلا وغلا، هلا بعوضك. كيف حالك؟ شلونك؟ يلا يعني ما شاء الله تفاجئنا فيك اليوم يا اخوي بالقهوه وبالجلسه الحلوه. طلعت تطبخ بعد والله مصيبه في كل مكان ان شاء الله موجود. هذا هو المفاجاه. تفضل. الله يعطيك العافيه والله يا علي. انا اذنكم يا شباب. ما شاء الله تبارك الله، كميه اللحم هذه بتغذي القبيله انت لو شو لنا ولك وللشباب. يلا الله يعطيك العافيه. الله يحييك. مرحبا، الله يكثر خيرك ان شاء الله. تيديك. اول شيء انا بصراحه جدا عاجبني المكان، احنا في قريه بني قشر. بني قشير. بني قشير. اي نعم. والله ونعم والله. طيب وش تبينا نسوي اليوم؟ باذن الله الحي القيوم راح بنسوي الحنيذ ان شاء الله. في الحنيذ هنا تحت الارض ينطبخ؟ اي نعم تحت الارض.
عشان ينكتم في الحرارة وما يدخل هواء عشان بيتغطى المكان كامل بالتراب إن شاء الله. طيب فبعدين وش يصير؟ ينكه الذا يعني ولا كيف؟ النكهات طبعا ياخذها من الشجر اللي انت تحطه معه ان شاء الله. اوكي. اشجار يعني معينه تعطي نكهه. وش الاشجار؟ والله مثل المرخ. ايه؟ مثل سعف النخل. ايه؟ واشجار يعني. هذه كلها زي اللي تعطي دور التوابل اللي تنكه اللحم. ايه تقريبا. طيب حلو. يلا وش تبيني اسوي؟ علمني. طيب قام حظك. يلا. بسم الله. تعيش. الحين ان شاء الله راح نشوف الجمر زان ولا ما زان. انا اشوفه لسه شاب، هو لازم يبقى كذا؟ لا لا. لازم انه يهدى تماما. ايه؟ طب ورا ما تخليني ازين ذا انا يا اخي، خليني اعاونك شوي. ما شاء الله، من متى بدات معك هوايه الطبخ انت؟ والله اني ما ادري، لكن شكلها مع طلعات الشباب ما طلعت مع الكشتات يعتمدون عليك دائم ها؟ تقريبا. بعدها بننزل الشبك. الشبك هذا اللي فوق اللحم بيكون؟ اي نعم. يا سلام. بعدها هذا هو الشجر اللي تكلمت لك عنه. هذا من جايبه انت من الغابه هنا يعني؟ هذا متواجد في المنطقه، منتشر هنا عندكم. اي نعم. طيب كويس. طبعا يكون مبلول بالماء شوي. هو الحين بللته؟ اي عشان ما يولع مع الجمر. طيب ما له ريحه يا اخي؟ هو له نكهه. له نكهه؟ ينكه في ال. طيب وبعدها نفرشه هنا. بعدين نبدا باللحم الهبر الكبار. الهبر؟ ايه. نبدأ الطبقة الثانية. نبدأ في الطبقة الثالثة. هذه الكبد. الكبد لازم تكون فوق أفضل إيه يعني؟ إيه، لأنها من تعتبر من اللحم الخفيف يعني اللي ينجح إيه. سرعة. خليني ألخص وش صار هنا تو. أول شيء انتظرنا الجمر لين هدى. أيوه. ثم بعدين حطينا القاعدة هذه اللي موجودة. حطيت فوق أنت بعدين سعف النخل. وش اسم النبتة الثانية اللي حطيتها؟ المرخ. حلو. بعدها حطيت فوقه طبقة اللحم. اي نعم. اللي هو اللحم الثقيل أول شيء. اي اللحم الهبر الكبار. اي. بعدها غطيتها بطبقة ثانية من سعف النخل. اي نعم. ثم بعدين رجعنا حطينا الطبقة اللي بعدها ثلاث طبقات، آخر طبقة كانت اللحم إيه؟ الخفيف اللي هو الكبدة والكلاوي والكرتة والأشياء ذي. اي نعم، على حسب اللحم اللي موجود معك كثر تحت. إيه؟ بتكون الطبقات. لازم يسكن تماما؟ لازم. اوف. لو حصل اي تسريب اي هواء ايه احترق، راح عليك العسل. بعدها نجيب الخيش. الخياش هاي تكون مبلله. ليش؟ وراها كذا القصه معقده يا اخوي. لانها بتكتم اكثر. انت تبغى ينكتم تماما؟ ايه لازم. انت يعني تبغى تعتمد على الحراره علشان يطبخ باقي اللحم؟ ايه عشان ينضج اللحم زين. ما شاء الله. وهذه من متى الطريقه ذي حقت الحنين؟ ولا متوارثينها من الاجداد؟ والله من الاجداد من زمان. ما شاء الله. يا جماعة بصراحة الشيء هذا لازم يحترم، لأن الحين بعد ما تطور العلم، بعد ما تطور كل شيء، صاروا يستخدمون قدور الضغط علشان نفس الطريقة هذه اللي موجودة اللي هي يطبخ بالحرارة اللي تدور. هذا شيء متوارث من الأجداد، قبل الكيمياء وقبل الفيزياء وقبل كل شيء. أبغاك تدفن معي. أدفن؟ أدفن. وش عندكم أكلات في الجنوب غير الحنيذ؟ والله في واجد. في عندك إيه؟ المشغوثة، المعصوبة، العيش. مشغوثة؟ إيه نعم. وش المشغوثة هذه؟ يسوونها من الطحين مع اللبن مع الماء مع المرق، تضبط. طيب وغير المشغوثة وش فيه؟ وفيه الفرق، فيه يطعم السلامة، المرقوق، في واجد. والعريكة والعصيدة. العريكة والعصيدة. العريكة؟ إيه نعم. هذه كنا عندكم في النمار؟ وجباتنا الأساسية. نبدع فيها. العريكة هذه أنا بالنسبة لي رجل عشق من أيام الجامعة، يعني كانوا في زملاء من الجنوب معي والله ونعم فيهم. مالك زود. فكانوا كل خميس كذا عارف يجيبون أكلات جنوبية، العريكة هذه أدمنتها يا رجل. طيب الآن بعد ما يندفن بالكامل، وش الخطة؟ الخطة طبعا تخليه على حسب الذبيحة، على حسب الجمر، على حسب سنها. ايه؟ من ساعة إلى ساعة. يعني كذا الآن خلصنا نحتري بس يخلص. اي نعم. يا اخوي تأخر الحنيذ يا اخوي. لا لا خلاص الحين اموركم طيبه. اوه جيتوا على الوقت انتم. يلا كنا الله. بسم الله. ايش لازم اسوي؟
الحين نبدا نشيل التراب يا اخوي، خلينا نشتغل. لا تقعد تشرح لي جعنا يا عمي، ايش لازم نسوي؟ يلا 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 توكلنا على الله. والله يا اخي الحميد تعبنا، المفروض انه يطلع طعمه شيء. انا واصل مرحله يعني بصراحه من الجوع ما فيني اتحرك. الله يعطيكم العافيه. وياك ان شاء الله. وجمل حالكم ان شاء الله. احنا تركناه حول ساعتين ولا تقريبا هي ساعه، وهذه المده اللي لازم تاخذها. فيها قل وفيها على حسب مثل طيب. ما قلت لك سن الذبيحه والجمر وال... انا فعلا حاس انها يعني في جو اكله شعبيه كذا بالطريقه هذه وتحت الارض ودافنينها. انا بانتظار بس اشوف النتيجه النهائيه وش هي. ابى اشوف الحنيذ هذا اللي تقولون عنه. انا ابغى اشوف نتيجه مهند. يلا والله نتيجه ابو عوض، انا مالي دخل ترى. شوف طلعت زينه فهي من ايدي، طلعت زينه فهي من ايدي. يوه شوف الحراره، شوف الحراره. هلا هلا هلا، هذه تعتبر بصمة من الحنيذ، بصم بي يا جماعة. بصمة ما شاء الله تبارك الله. لا والله مهند طلعت طيبة. لا الأمورك طيبة زينة زين. تسلم يديك والله يا أبو عوضة. خلصنا الأكل، وجهك أبيض ما قصرت والله. الحنيذ باقي للتمليح بس. طيب يلا ملح ملح. وين العريكة هذه صح؟ العريكة اللي عندك. طيب الله السمن عندك. شوف يا جماعة هذا الاختراع، يعني أنا بالنسبة لي يمكن ألذ أكلة جنوبية جربتها في حياتي كلها. لسه ما بعد خلصت، باقي فيها وش السمن والعسل على المخبز. الله يطعني. الموضوع يفتح النفس بصراحة. تعيش والله لذيذ يا أخي. هذا كله من شغل يدي. شغل يدك ترى. لا والله شغل يدك انت. لا والله بس فعلا الحنيذ فاجأني، الحنيذ فعلا فاجأني والله. على الطاري الحنيذ اللي ناكله في المطاعم ابدا ترى ما يعني النكهه اللي هنا بصراحه اطعم. يمكن الظاهر في المطاعم ما يستخدمون نفس الاشياء هذه اللي هنا، يمكن افران واشياء زي كذا. ولا انت اللي مسويها انت وخالد اكيد لازم يختلف. ندق العريكه. طيب انت هلا بالعريكه، هلا بالعريكه. هذا عاد ما بيكون تعلم. هذه لعبتي. لا لا تعال تعال. والله بصراحة يا جماعة أنا أقول لكم النماص ضيفوا إلى قائمة التراث والسياحة والمغامرات، ضيفوا قائمة الأكل دو، يعني مدينة تستحق بصراحة أنكم تزورونها. أنا والشباب بنكمل عشانه. حياكم الله جميعا. يلا